في خبر كويس للشعب المصري على سبيل التغيير، 115 مليار جنيه حصيلة الضرائب للعام الحالي. أعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت عبد الغفار أن المصلحة استطاعت أن تحصد 115 مليار جنيه حتى 31 مارس الماضي، وهي قيمة التحصيلات الضريبية من الممولين، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، معتبرا أن ذلك يمثل طفرة كبيرة في مجال التحصيل، مشيرا إلى أن نفس الفترة من العام الماضي تم تحصيل فيها 93 مليار جنيه. طب شفت اهو طبعا 115 مليار كان تحصيل الضرائب ده عمل ده الضرائب بتتاخد من منبع عند رفع الدعوه بتتاخد ضريبه مبيعات عند الشراء يعني مفيش يعني مش مؤجز برضه زادت كذا مليار يعني برضه ضرائب المهن وكده وهذا يؤكد يعني حضاره هذا الشعب في انضباط لا كلنا بندفع ده يبقى في انضباط يعني هذا يؤكد حضاره هذا الشعب ما حضرتك احنا كلنا في ظل هذا الوقت كلهم ما كانوش بيدفعوا نسعد اكتر لو بقى في بقول لحضرتك يبقى ننبسط اكتر لو في نظره ضرائبيه عادله ايوه يتحط برنامج ضرائبي يتفادى المظالم ويفرق بين الغني والفقير مش يسوي لا يفرق الفقير ده لازم ياخد ضرائب مش يتاخد منه ما يبقاش موظف بياخد الحد الادنى للاجور ويتاخد منه 17% ضرائب ما ينفعش لابد من تعديل تشريعي وتعديل يعني للنظره الضرائبيه 17% 20 حضرتك شوفي حضرتك شوفي الورقة يعني اللي يدفعوا 20% من الراجل اللي بياخد مبلغ صغير زي اللي هيكسب تريليون هما الاثنين زي بعض بالظبط حضرتك في الشهر العقاري نفسه لا ده انا اقول لحضرتك حاجه مهمه بالنسبه لخبر الضرائب هما لما جم عملوا الليله ايام الرئيس السابق وقالوا ده احنا الحد الاقصى للشهر العقاري 3000 جنيه عملوا كده حمايه للاغنياء ليه عشان الغني بيكتب ثمن الفيلا او ثمن القصر اللي بياخد عليه القرض يبالغ في ثمنه وفي تسجيله لا يدفع الا 3000 اللي عنده شقه صغيره بيدفع فيها الحد الاقصى برضه ال 3000 فيبقى هنا سوى بين اللي عنده قصر ب 40 مليار مثلا ولا 40 مش عارف كام وبين واحد غلبان كان رايح ياخد شقه لابنه هيدفع نفس ال 3000 ومن جهه اخرى زود الاعباء على الفقراء زود رسم التوكيل زود رسم الشهاده زود رسم كل حاجه 8 اضعاف يعني التوكيل كان ب 4 جنيه ولا 5 خلاه 37 جنيه فجاه اللي هو الراجل العادي بيعمله اللي راح ترفع دعوه نفقه راح تعمله علشان توديه للمحامي بقى ب 37 بعد ما كان ب 4 او ب 5 جنيه اذا ما كانش فيه نظره عداله ده كان فيه تظاهر بالعداله وكانت كل التشريعات لمصلحه الاغنياء انا عايز دلوقتي نظره جديده بقى عايز انا الناس اللي بيشتغلوا في الضرايب اللي بتقول فيه ده مشروع نهضه اللي هو ما انا مشفتوش لسه مشفتوش لا ده اللي انت بتقول ده هو ده المفروض يبقى في المشروع ياخدوا مني حد ويعمله في مشروع النهضه بتاعته لكن انا بقول لحضرتك ان لغايه دلوقتي مشفتوش ولا حتى في النظره الفلسفيه للتشريعات البرلمانيه الاخيره انا عايز الناس بقى تعيد صياغه شعب تعيد صياغه قوانين مصر كلها بطريقه تحقق العداله الاجتماعيه وتفرق مش تساوي تفرق بين الغني والفقير واصحاب الدخول العاليه واصحاب الدخول في كل شيء وانا ممكن اجيب لحضرتك اي شيت صغير لاي مرتب واحد 300 400 جنيه وتشوفي نسبه الضرائب فيه كام بياخدوا منه 300 جنيه ده نديله مش ناخد منه لا بيتاخد منه حضرتك بندفع على استهلاك احنا يدوله دعم